الأخطار التي يتعرض لها المواطنون بسبب ممرات السكك الحديدية غير المحروسة للنواب المحترمين مصطفى جبران، محمد البرنيشي، رشيد عدنان، عبد الواحد الأنصاري، حرمة الله محمد الأمين، محمد كريم، بوشتى الجامعي، بن ناصر والحرير، محمد الحداد، وعبد الغني وافق من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضل سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، من حين إلى آخر سيد الوزير يتعرض المواطنون للموت المحقق بسبب ممرات السكك الحديدية الغير المحروسة، فما هي السيد الوزير التدابير المتخذة لحماية المواطنون من مثل هذه الأخطار، علماً السيد الوزير بأن في أسبوع واحد تعرض 3 مواطنون من عائلة واحدة للموت في ممر واحد غير 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 محروس المتواجد في الطريق السكك الحديدية الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة، وبالضبط في الممر الغير المحروس يسمى بممر الشقة لجامعة الساحل الغربية بإقليم برشيد. وشكرا. شكرا. تفضل سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. فيما يخص الممرات المستوية أو نقط التقاطع ما بين شبكة طرق السيارة، شبكة طرق السككية أو الطرق الحديدية مع الطرق العادية، بغيت نقول بأنه الحكومة تولي أهمية بالغة لإعادة تحويل هذه الممرات إلى ممرات يعني عبارة على قناطر لتفادي حدوث حوادث السير في هذه الأماكن. بعض الأرقام التي تبين المجهود الكبير اللي كتقوم به هذه الحكومة والوزارة، تم تخطيط برنامج مهم يهدف إلى حذف 50% من هذه الممرات المستوية عبر الشبكة الوطنية للسكك الحديدية على مدى 2025 بغلاف مالي قدره 1.5 مليار درهم. في إطار البرنامج على فترة 2005-2009 تم استبدال 75 ممر مستوي ب 60 قنطرة للعبور بكلفة 500 مليون درهم. ما فيما يخص خطوط السككية الحديدية الجديدة، لا نبني من جديد ممرات مستوية، بل نبني مباشرة قناطر. فتم بناء 44 قنطرة، 24 قنطرة على خط ثورية الناظور، 10 قناطر على طنجة المتوسط، ثم 10 قناطر على خط السككي بين سيدي يحيى ومشرع بالقصيري. ثم هناك بناء 16 قنطرة للراجلين خلال الفترة ما بين 2008 و2009 بكلفة 30 مليون درهم. ما في إطار البرنامج أو المخطط 2010-2015 الذي نحن بصدده، فيهدف يعني العمل إلى حذف 102 ممر مستوي واستبدالها ب 85 قنطرة للعبور وبناء 25 معبر للراجلين، وهذا بمبلغ يصل إلى 500 مليون درهم من طرف يعني المكتب الوطني للسكك الحديدية. أشير إلى أن هذه العملية تتم بشراكة ما بين مع المدن، وأنه تم إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة في هذا الاتجاه. شكرا. شكرا للسيد الوزير. تعقيب سيد النائب. وزير على جوابكم المقنع والشامل والذي يبشر بالاطمئنان، ولكن سيد الوزير نطلب منكم المزيد من الحرص لنجعل حد لهذه الكوارث التي لسنا في حاجة إليها. وشكرا. شكرا للسيد النائب. شكرا.